سلام سلام، مشاركم البنات. اتمنى راكم كامل بخير وعلى خير وبصحة ملاحة. اليوم لا فيديو تاع اليوم راح تكون فيديو هو ميلانج درتو ديجا من قبل، مصح درتو كرنساج. اليوم رايحين نديروه كصبغة، لكن الحاجة الجديدة تاع اليوم انه رايحين نديروه على ثلاث قواعد. مولفة ديما كي نعطيكم الميلانج نديره لكم ديما على القاعدة اللي تخرج لكم لون معين. مثال الأغلبية نديروه على قاعدة تكون جد فاتحة ويخرج اللون بارفي. هنا اليوم رايحة ندير لكم نفس الميلانج اللي هو رقم 35 ومعه نقطة، فقط نقطة من رقم 38 اللي هو المصحح الأزرق. هذا كل به يعطينا الرمادي، لكن اليوم راح نطبقوه على ثلاث قواعد. القاعدة الأولى اللي هي الأشقر فاتح، الأشقر جد فاتح اللي هو يطلع لنا فيه جميع درجات الأشقر بنجاح، يعني على الكيف يطلعوا فيه روعة سون بروبليم، يعني بدون مشاكل. القاعدة الثانية هو الأصفر اللي يميل للأورانج، هكا تبان لكم أصفر، أي نقولكم حاجة الكاميرا شوي ظلمته، لكنه هو هذاك الأصفر اللي يميل للأورانج البنات، الأصفر المزعج اللي احنا كل ما نحبوهش. القاعدة الثالثة هي قاعدة طبيعية، هو شاتان ناتورال، يعني نورمال، شعر طبيعي عمره ما تصبغ، وشاتان نورمال، ما هو شاتان غامق وما هوش شاتان فاتح، يعني ما هو كستنائي غامق ما هو كستنائي فاتح، هذا كستنائي نورمال معتدل. فوالا شاتان نورمال. فوالا اليوم رايحين نبداو في الميلانج تاعنا رقم 38 اللي هو اسمه دقيقه برك، اسمه رمادي سوندغي فقط، لا غامق لا فاتح لا والو. هدايا كيما هضرت لكم ديجا عليه من قبل، اسمه رمادي يعني سوندغي، لكنه البنات ما يطلع لكمش الرمادي كي تكونوا حتى كون ديروا هذا، حتى كون ديروا هذه القاعده الفاتحه ما يطلع لكمش الرمادي. علاش ما على باليش وعلاش، المهم يطلع اشقر جد فاتح رمادي، هذا هو اللون اللي يعطيه لي انا ديما كي نصبغوا وحده. دونك اللي تصبغوا واللي تشريه وتعول انها يطلع لها رمادي، لا لازم تزيدي له معزز اللي هو رقم 38. رقم 38 هو الازرق، هذا مصحح ويقدروا تانا الناس يصبغوه. بالنسبه للناس اللي يقولوا باللي هذا رقم 38 هو اسود مزرق، لا هذا ماشي اسود مزرق، هدايا ازرق بور، يعني ازرق خالص، لون ازرق فقط. اوكي الازرق الاسود المزرق حاجه واحده اخرى، والازرق حاجه واحده اخرى، هذا مصحح ازرق في لوريات رقم 38. لكن في باقي الصبغات، يعني في الماركات العالميه الاخرى، اسمه مصحح ازرق. اوكي البنات، واللي البنات اللي ما همش ساكنين هنا، يعني ما همش جزائريات وما يقدروش يلقاو لوريات، هدايا رقم 35 اسمه سوندغي رمادي، يعني تقدروا تحوسوا عليه في اي ماركه واحده اخرى، فهمتوني؟ دونك هكا باه يكون باه البنات اللي يدخلوا يقولوا لي احنا مشنا من الجزائر ما نقدروش نلقاو ماركه لوريات ايتو، يلقاو اسامي الصبغات وهدايا كوريكتور. فوالا هنا عندنا وش اسمه اوكسيدون فوليوم 30 البنات. هنا راح نسحق اليوم، راح نسحق فوليوم 30، دابيتود نقول لكم فوليوم 20، لكن اليوم فوليوم 30، غير وحده برك اللي تقدروا تستعملوا معاها فوليوم 20 اللي هو هذا الاشقر جد فاتح. هدايا هذا اللون طلع لي غير بالديكاباج، وصلت لهذا اللون غير بالديكاباج. فوالا هذا هو اللي تقدروا تستعملوا معاه اوكسيدون 20 البنات. لو غيست يعني هذا الاشقر اللي يميل للاورانج وهدايا الطبيعي تستعملوا معاهم فوليوم 30. دونك اليوم الميلانج تاعنا راح نشوفوه، راح نستعملوه كصبغه وليس كرنساج، ونشوفوا واش راح يطلع عنا في كل قاعده. البنات القاعده جد مهمه، جد مهمه في النتيجه اللي راح تعطيها لك الصبغه. يعني كي تشوفوا عندي ميلانج ولا عند واحده اخرى ميلانج، اي ميلانج تشوفوه ركزوا على القاعده اللي دارت فوق منها الميلانج، فهمتوني؟ ولا القاعدة اللي درت فوق منها أنا الميلونج، هذيك هي القاعدة اللي تعطيك نفس الغيزولتا اللي عندي أنا اللي طلع لي أنا، مش وحدة ما تجي تكذب وحدة نهار آخر. القاعدة جد مهمة وهي اللي تلعب دور كبير كبير في الصبغة كيف ما تطلع لك. وحاجة واحدة أخرى أنا القاعدة هادية يعني الأشقر جد فاتح، هدايا يطلعوا لك فيه جميع درجات الأشقر،
البنات، هذا هو اللون اللي يطلع لك فيه، هذه القاعده اللي تطلع لك فيه جميع درجات الاشقر بدون مشاكل. فوالا اليوم درك راح نبداو في الميلونج تاعنا، رايحين نحطو من رقم 35 اللي هو الرمادي صندغي، نحطو منه راح نحط كميه لهادوما ثلاث خصلات برك. كيما قلت لكم اليوم ماشي رنساج، راح نستعملو كصبغه. فوالا هكا باه تكفي وتوفي، نزيد شوي فوالا فوالا، ونزيدو لها. شوفوا البنات رقم 38 كيما قلت لكم، المصحح الازرق في لوريات راهو اقوى مصحح شفتو لحد الان، يعني من جهه لي بيغمون تاعو، يعني حبيبي داكو، يعني لي بيغمون تاعو بيغمونتي ياسر اون فيت، مش كيما تاع كولوراي والاخرين. دونك شوفوا واش راح نحطوا شويه خلاص، وهكاك انني كثرت درك نقص شويه بس الكميه اصلا صغيره. شوفوا البنات اني نقصت هذه الكميه اصلا، دقيقه بركه اوبا اصلا مسحها بسوبالا، لانه او قوي 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 ياسر، او مش كيما تاع كولوراي، تاع كولوراي خفيف. البنات هضرت لكم عليها ديجا، تاع كولوراي خفيف. ودركا نحطوا الاكسيدون كيما موالفين البنات، الاكسيدون نفس كميه الصبغه، هنا رايحه كيما نقولوا باب فوالا. انا نقول هكا سابونس نزيدوها شويه، ديما كميه الصبغه نفس كميه الاكسيدون البنات في اي صبغه هاديه. بون كاينين صبغات اللي يكون الكيال تاعهم، دقيقه، كاين صبغات اللي يكون الكيال تاعهم وحدهم، يعني هنا نخلطهم البنات ونرجع. فوالا خلطنا دركا هاديه، جيسبر كفينا عليهم الكل، معليش المره الجايه نستخدم لكم حاجه اخرى. دونك هنا باه نشوفوا الفرق بين خصله وخصله، رايحين نصبغوا غير خصله في هدايا اللي القاعده تاعو القاعده تاعو اشقر جد فاتح، اشقر فاتح نورمال اون فيت، مش جد فاتح فوالا. ونخليوها الوقت اللي نخليو فيه الصبغه العاديه نورمال، فهمتوا البنات؟ فوالا نخليوه نورمال كيما نخليو الصبغه، نغطيوه. دونك هنا راح نخليهم نص ساعه، نزيدو نجيبو هديه اللي هي الاشقر اللي ميل للاورانج، هديه اللي طلعت شغل اورانج. لا بلوبار ديما يحبس لكم شعركم في هديه، خاصه اللي يكون شعرها عنيد يحبس لكم في هاد لا كولور اللي هي الاصفر اللي ميل للاورانج. هذه كولور جد مزعجه، حتى ولو تغطاها تعاود ترجع كيفها كيف الاورانج، فهمتوا البنات؟ صح تتغطى ويطلعوا فوق منها دي كولور ملاح وكلش مي مزعجه. فوالا نجيبوا دركا الخصله الطبيعيه البنات، شوفوا هلا نزيدو نصبغوا الخصله الطبيعيه. فوالا هنا البنات نخليوه نغطيوه، دوك نغطيه بان ساشي ونخليوه حوالي نص ساعه. فوالا هي كاين اللي خليوه 20 دقيقه، مي انا ننصحكم كي تكون صبغه رايحين ديروا صبغه مش رنساج، خليه نص ساعه، نص ساعه 40 دقيقه هكاك، باسكو كاينين الناس اللي شعرهم عنيد ويتطلب انه الصبغه تقعد في شعرهم 40 دقيقه. درك نحبس الفيديو البنات ونرجعوا بعد نص ساعه. فوالا البنات هنا عدت نص ساعه، رايحين نشوفوا لو ريزولتا تاع اللي طلعوه في شك قاعده. فوالا جيبوا هادي باش نغسلوا فيها هدايا. شوفوا مبدئيا البنات شوفوا اللون، هو كي يشيح باه نقدروا نلقاو الالوان. شوفوا كيف ما كان وشوفوا كيف ما هو اللون. بغيت هروح نشوفوا دركا هذيك الخصله اللي كانت تميل للاورانج، شوفوا كي نشيحوهم دركا البنات، نشيحهم ونرجع لكم تشوفوا الريزلتا. فوالا فوالا البنات هنا شيحتهم وجبت لكم الالوان كيف ما طلعوا على الحقيقه، حطيتهم فوق ان سوبالان ابيض. اونفا نهز بالوحده ونحط لكم
هكا باه تشوفوا يخرجوا لكم الالوان جديد. فوالا هاكم عندي لكم فوكس. فوالا فوق اللون اللي كان جد فاتح كيف ما طلع عندنا اللون. ريغاردي البنات وهكاك الكاميرا ماهيش عطيت له حقه، ما فهمتش علاه كي نصوروا بالكاميرا الالوان ما يخرجوش هما هما، و فهمتش عليها دايوغ. المهم بغاف شوفوا واش عطانا اللون. اصلا نطلع لكم باه تشوفوا اكزاكتومون كيف ما عطانا اللون. شوفوا شوفوا كيف ما كان البنات وشوفوا كيف ما ولا. هلا هكا درت فوكس، شوفوا البنات شوفوا كيف ما كان اللون وشوفوا كيف ما ولا. هذا درناه كصبغه، هدايا بالنسبه للون الاشقر جد فاتح فاتح اون فيت طلع لي بالديكاباج اشقر جد فاتح كيما هكاك. درك نجيو لهذاك الاشقر اللي كان يميل شويه للاورانج. شوفي كي درنا له هذاك الميلونج كيف ما ولا البنات، شوفوا ولا اشقر زي اشقر رمادي على لمعه زيتوني، ولات فيه لمعه زيتوني كشغل. شوفوا البنات شوفوا فريمون لا كاميرا ماهيش عطيت له حقه. المهم خرج اشقر رمادي على لمعه زيتوني ومليح، اون كولور تري بيل كولور. باه ما نزيدوش نديكابيو شعرنا كي يطلع عنا هذاك في الاورانج هذاك المش مليح، وفي نفس الوقت يطلع عنا لون مليح. فوالا دركا نجيو للخصله اللي كانت طبيعيه، الخصله اللي كانت طبيعيه تفتحت شويه خلاص مش حاجه كبيره، تفتحت انا نقول واحد بزوز درجات هكاك مش حاجه كبيره. شوفوا البنات يعني اللون هذا للي طلعت لها لاغاسين، وتكون باغ اكزومبل كانت مديكابيا ديجا من قبل وطلعت لها لاغاسين، باه كي تصبغ من لاغاسين وهود تعمل حسابها هاي لاغاسين كيف ما راح تطلع لها. طبعا درجات شعر مش كيف كيف درجات شعر الطبيعي بيان سور، انا نهضر على هاد القاعده بالذات. خرج لون رائع رائع. فوالا دونك ها هو لي ريزولتا تاع الخصلات ولا القواعد تاع الشعر اللي صبغنا فوق منهم البنات. نتمنى الفيديو تاع اليوم يكون عجبكم وفاتكم. فوالا هاي على بروشان فيديو ان شاء الله.